سكة معاذ علاء في أول ظهور لي في مباراة النهاردة، ويبتدي الهجمة من الشمال للزمالك طويلة باتجاه منطقة الجزاء باتجاه علي، ولكن سهلة لدفاع النادي الأهلي. عبد الرحمن رشدان يرجع بيها للخلف، بداية حذرة وخطفها نادي الزمالك أمام المرمى، خطيرة وتسديدة في العارضة، يا خبر أبيض على الكرة، مش معقول مش معقول، أول كرة وخطأ دفاعي ياخدها عبد الرحمن، وتسديدة تاني والهدف، يا عيني يا عيني، البداية زملكاوية، البداية زملكاوية، ومين غيره؟ علي ياسر، بقول لحضراتكم معروف للزملكاوية علي، ويقص شريط الأهداف في مباراة النهاردة بهدف مبكر يشعل الأجواء في نادي الزمالك. علي ياسر على الطائر يا علي، حلوة حلوة حلوة، جول جميل جول جميل جول جميل، يفتتح المباراة مبكرا علي ياسر، وكان قبلها عبد الرحمن الفيومي، وتسديدة وادي رأس زملكاوية في الهدف الأول. 1-0 للزمالك بعد حوالي دقيقتين من عمر المباراة يتقدم علي ياسر، والجول حلو، الجول حلو، هدف تفوح منه رائحة الزمالك وعطر الكرة الزملكاوية. شوف الكرة على طول، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ولد يا علي، تفوح منه رائحة الزمالك، كرة حلوة 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 عرضية، الحقيقة ما شفناهاش من أولها الكرة العرضية، لكن عبد الرحمن الفيومي كان حاطط واحدة حلوة وجت في العارضة، ردت للجانب الأيمن، ويسجل الزمالك بهدف جميل 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 لعلي ياسر. الافتتاح في مباراة النهاردة زملكاوي، طبعا مباراة مهمة جدا جدا للفرقتين على مستوى أرضية الملعب وللمتابعين وللأجهزة الفنية، احتكاك قوي، بينما الزمالك في كرة من الجانب الأيسر ومحاولة للانطلاق، محمد صلاح زكي، ولكن تغطية من عبد الرحمن رشدان، لكن إبعاد خاطئ عبد الرحمن، والكرة خطيرة لمنطقة جزاء النادي الأهلي، لكن الاتنين ما تكلموش مع بعض، وادي خطر لسه الكرة ومش أوفسايد، فرصة التاني فرصة التاني فرصة التاني، هو الهدف الزملكاوي التاني، هو الهدف الزملكاوي التاني، عبد الله يسجل الهدف الثاني في وقت الحقيقة قليل جدا، الزمالك نجح انه يسجل هدفين، واخطاء في خط الظهر الاهلاوي يستغلها الهجوم الزملكاوي، عبد الله محمد وحيدا داخل منطقة الجزاء يجد نفسه في مواجهة حارس النادي الاهلي مصطفى مخلوف، ويضع الكرة في الشباك الاهلاوية بهدف تاني مبكر جدا، والزمالك في المقدمة للمرة التانية في 10 دقائق، للمرة التانية في 10 دقائق، ارتباك في صفوف النادي الأهلي مستغل من جانب عناصر نادي الزمالك، وعبد الله يسجل هدف تاني في وقت مهم جدا من المباراة، الزمالك يفرض سيطرته.